حياكم الله مشاهدينا في الفقرة النقاشية، ومثل ما كلمناكم من البداية اليوم سنناقش فيها ما هو اكتئاب ما بعد الولادة وهل يقود الأم لإيذاء طفلها؟ واكتئاب ما بعد الولادة هو حالة تسبب للأم أفكارا ومشاعر سلبية حادة تبدأ بعد الولادة مباشرة، في حالات أخرى قد تبدأ من آخر 3 أشهر في الحمل. لذا يجب مراعاة الحالة النفسية للأم، ويجب أن تكون الأم ومن حولها على علم بهذا المرض وكيفية تجاوز هذه الفترة بالدعم النفسي، لأنه المجتمع اليمني للأسف ليس لديها الوعي الكافي عن اكتئاب ما بعد الولادة. وعندما تبدأ أعراضه بالظهور عند الأم يظن البعض أنه دلال منها لا أكثر، والبعض الآخر وهم الأسوأ يظن بأنها حسدت أو أصيبت بسحر يجعلها تكره طفلها. نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، موضوع اكتئاب ما بعد الولادة، مع ضيفتنا عبر الهاتف من تعز الأستاذة آلاء فيصل، تخصص علم نفس عام في كلية الآداب وماجستير في علم النفس الإكلينيكي. مرحبا فيك يا أستاذة آلاء. أهلا وسهلا، مرحبتين. مرحبا. طيب في البداية نعرف للمشاهدين ماذا يقصد باكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة هو نوع من أنواع الاكتئاب يحدث بحوالي 10 إلى 15% من النساء بعد الولادة. يمكن يحدث في فترة الحمل، ولكن لا يسمى اكتئاب بعد الولادة إلا في حالة استمر إلى ما بعد الولادة، منذ الحمل ما بعد الولادة. كم ممكن يستمر بعد الولادة؟ كم المدة؟ مدة استمراريته تختلف حسب شدة الأعراض. هو قد يستمر من مثلا أسابيع إلى أشهر، في بعض الحالات الحادة ممكن أن يصل إلى عام أو 3 أعوام في حالة لم يتم التدخل والعلاج بشكل مباشر. تمام. طيب احنا تكلمنا انه في معتقدات شعبية كثيرة جدا، البعض بيعتقد ان المرأة بتتدلل لما بتمر بها هذه النوبة، نوبة الاكتئاب ما بعد الولادة، في البعض الآخر بيعتبر انها حسدت مثلا، وهذا هو الغالب في مجتمعاتنا. فكيف نعرف ان هذه الأم لديها هذا المرض؟ ما هي أعراضه إذا لدى السيدات؟ يوجد عدة أعراض للاكتئاب ما بعد الولادة، وهي مشابهة لأعراض الاكتئاب العام. وقد يصاب المريض بأعراض واحد من هذه الأعراض أو ربما مجموعة منها، يعني لا يشترط وجود جميع أعراض المريض نفسه، ولكن ربما أعراض عرضين أكثر فأقل. ومن هذه الأعراض الحزن الدائم وكثرة البكاء، شعور بالكآبة، فقدان الرغبة في القيام بالكرة اليومية الروتينية، كذلك اضطرابات في النوم كالأرق أو عدم القدرة على النوم، نوم متواصل أو نوم كثير، كذلك حدوث نوبات توتر وذعر وقلق، صعوبات في التركيز أو التذكر، كذلك الشعور المستمر بالإرهاق والتعب دون بذل أي مجهود يعني يستدعي ذلك. اضطرابات في الشهية، نهم شديد أو قلة الشهية، نقص أو زيادة في الوزن ملاحظة وليس النقص والزيادة الطبيعية، كذلك الإحساس بالفتور من ناحية الأم، تشعر بالفتور من ناحية الطفل ولا تعطيها ما يجب من الحنان في هذه المرحلة، ومحاولة الانعزال وتجنب الناس، الإحساس بالذنب، انعدام الرغبة في الحياة، تمني الموت، الإقدام على الانتحار في الحالات الشديدة، كذلك بعض الحالات تظهر لديهم أعراض ذهانية كحلاوة وضلالات وأعراض وسواس قهري. بعض الحالات قد يظهر لديها وسواس قهري، أن فكرة وسواسية أن هذا المولود ليس جنينها وتم إبداله في المستقبل، وما إلى ذلك من الأعراض. نعم. طيب حضرتك تكلمت أنه في تشابه بينه وبين الاكتئاب العام أو الرئيس المنتشر لدى مختلف فئات المجتمع، مش بس عند النساء، كيف نفرق بينهم؟ من ناحية الأعراض لا يوجد فرق، ولكن الفرق الوحيد هو التوقيت الذي يصاب فيه المرض. فالاكتئاب ما بعد الولادة يحدث فقط بعد الولادة أو في فترة الحمل ويستمر إلى بعد الولادة. نعم. طيب التغيرات الهرمونية، شكل المرأة، حتى السمنة يمكن الزائدة خلال فترة الحمل، حابين نعرف منك ما هي أساساً الأسباب اللي بتؤدي إلى إصابة النساء باكتئاب ما بعد الولادة؟ هي تعتبر أسباب وتعتبر بصورة أدق عوامل مساعدة لهذا المرض، مثل الاستعدادات الوراثية. أن تكون لدى المرأة استعدادات وراثية انتقلت لها عبر الجينات لهذا المرض، أو العوامل البيولوجية كحدوث تسمم في أثناء فترة الحمل أو تعاطي مواد معينة، قاقير وأدوية، كذلك التغيرات الهرمونية السريعة التي تحدث في فترة الحمل، حيث يحدث انخفاض سريع لمستوى هرمون الاستروجين بعد الولادة، مما يحدث خلل في توازن هذه الهرمونات، وهي بالتالي تحدث هذا المرض.
كذلك عوامل نفسية واجتماعية كاضطراب العلاقة بين الزوج والزوجة أو مع أسرة الزوج، أو رفض الأم للإنجاب والخوف من تحمل هذه المسؤولية، أو إصابة الأم بمرض نفسي قبل الولادة أو قبل الحمل وعدم علاجه أو عدم التعافي التام منه. وكما ذكرت أيضا الضغط عملية الولادة والحمل في هذه الفترة يحدث ضغط شديد على الأم، وفي حالة كان وجود ضغط خارجي أيضا أو مشكلات معينة وضغوط، هذا من العوامل المساعدة أيضا والمحفزات لوجود اكتئاب ما بعد الولادة. نعم، إذا أستاذة آلاء، هل اتفقنا أن كل النساء لا تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة؟ ماذا؟ اتفقنا إذا نحن وأنت أنه ليس كل النساء ستعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، صحيح؟ نعم، ليست كل النساء تعاني، وكما ذكرت سابقا أن النسبة من 10 إلى 15%. تمام، أنا حبيت ولكن أكد على هذه النقطة بس عشان تكون واصلة المعلومة بشكلها الصحيح. ولكن النساء أكثر عرضة لهذا المرض، سمات معينة فيهن تعرضهن أكثر لهذا المرض. نعم، حضرتك كنت تتكلم أنه أيضا من ضمن الأعراض إعراض الاكتئاب اكتئاب ما بعد الولادة أنه قد تصاب الأم بفتور تجاه طفلها ويقل اهتمامها بطفلها، فحب نعرف منك ما هي أنواع أو أقسام الاكتئاب، وهل قد يؤدي إلى أن تؤذي الأم طفلها مثلا في حالته الحادة؟ الاكتئاب ما بعد الولادة لا يصنف كأنواع، ولكن ربما يصنف كدرجات حسب الشدة، من خفيف إلى متوسط إلى شديد حسب شدة الأعراض. ولكن في حالات معينة قد تشتد الحالة ويصل إلى اكتئاب ثاني، وفي بعض الحالات الناتجة قد تقدم الأم على إيذاء نفسها وإيذاء طفلها. لذلك ننصح دائما بسرعة العلاج وسرعة تلافي الموضوع هذا. نعم، إذا كيف يمكن الوقاية من هذا النوع من الاكتئاب بما أن الأعراض ربما قد تظهر من فترة يعني من فترة مبكرة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل عند بعض النساء، كيف يمكنهن الوقاية من هذا النوع من الاكتئاب؟ أولا إعطاء المرأة القدر الكافي من الراحة والنوم لتكون قادرة على مواجهة أعباء الحياة المطلوبة منها في هذه المرحلة. كمان الاهتمام بالتغذية وتجنب المشروبات المنبهة كافيين أو ما كل ما يزيد التوتر لدى النساء في هذه المرحلة. ممارسة الرياضة كالمشي خارج المنزل لمدة بسيطة عدة مرات في الأسبوع. وأهم نقطة وهي تعتبر المحور في موضوعنا وهي المساندة من قبل الزوج أو الأسرة، وإحساسه بالمسؤولية تجاه الزوجة، عدم الضغط عليها في هذه الفترة، ومراعاة أنها تمر بفترة فيها تغيرات بيولوجية كثيرة وضغوطات نفسية شديدة، فعدم الضغط عليها في هذه الفترة ومساندتها قدر الإمكان. تماما، إذا هي محتاجة دعم الأسرة ودعم زوجها بشكل رئيسي عموما في هذه المرحلة، ما نعتبرش الموضوع أنه دلالة أو حتى عين أو سحرت مثلا. طيب، في حال تأكدت الأم أنها مصابة باكتئاب ما بعد الولادة، كانت تشعر ببعض أو بكل الأعراض اللي حضرتك ذكرتيها، ماذا عليها أن تفعل وإلى أي جهة يجب أن تذهب في اليمن؟ في حال أن تم الاكتشاف للمرض من قبل المرأة أو من قبل المحيطين، يستوجب ضرورة عرض الحالة على مختص سواء كان طبيب نفسي أو أخصائي أو معالج، وهو بدوره يعني بيقوم بعملية العلاج والتشخيص وتحديد الآلية المحددة. الأماكن يوجد العيادات الأطباء النفسيين، يوجد المراكز، عدة مراكز موجودة على مستوى الجمهورية أو على مستوى تعز، كذلك الأخصائيين النفسيين يوجدوا في المستشفيات النفسية، والآن حاليا منتشرين في أغلب الأماكن. نعم، طيب برأيك وأنت موجودة في الوسط في الشارع اليمني، هل هناك وعي كافي لدى المجتمع اليمني عن اكتئاب ما بعد الولادة وأهمية زيارة الطبيب النفسي لعلاجه؟ للأسف لا يوجد وعي كافي، وبسبب عدم وجود حملات توعية لهذا الجانب، ولا يحدث توعية للأسرة في فترة الحمل أو فترة الولادة أنه يعني يمكن أن تصاب المرأة في هذا المرض. للأسف هذه الأشياء غير موجودة، وتضاربت أيضا من وجود مستقبلات لدى المجتمع أن المرأة عندما تصاب بهذا الشيء كما قلت سابقا أنه قد يكون بسبب إصابتها بالعين أو بالسحر، وهذه المعتقدات تسبب تضخم المرض وزيادة في الأعراض، وبالتالي قد يستمر إلى سنة أو أكثر، أو قد لا يجد الأهل العلاج الصحيح لهذه الحالة فيستمر معها فترة أطول، وربما لو عالجت الحالة في فترة أول ظهور المرض قد يتم الشفاء منها بفترة بسيطة جدا، قد يعني أسبوعين ثلاثة كما يعني ذكرنا سابقا أنه كلما
كان العلاج بمتأخر تم الشفاء أسرع. تماما، إذا احنا نطمن كل الأمهات اللي بيمروا ببعض هذه الأعراض أنه يعني في إمكانية للعلاج المبكر، وبعدها بتتخلص من كل هذه الأعراض وبتعيش حياتها بأمن وبسلام وبتحب طفلها من أول وجديد. طيب حب نختم معك أستاذة ألا بنصائح أخيرة للأمهات الحوامل واللي يعني خلاص بتخلف قدي. النصائح كما قلنا، أولا الاهتمام بجانب التغذية، بجانب الراحة، تجنب مصادر التوتر، الضغط النفسي، النظرة للحياة بشكل إيجابي، والنظر لما هو موجود وليس لما هو مفقود، يعني حتى يكون عندنا نظرة إيجابية ولا نركز على الأشياء السلبية الموجودة في حياتنا حتى لا تزيد الضغط والتوتر في مرحلة الحمل والولادة. نعم، إذن الأستاذة ألاء فيصل تخصص علم نفس عام في كلية الآداب وماجستير في علم النفس الإكلينيكي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. العفو، يعطيك ألف عافية. إذا المشاهدين الكرام، أتمنى يا رب تكون وصلت لكم فكرة عن هذا المرض، حاولوا تشيروا هذه الفقرة عند أصدقائكم والناس القريبين منكم، الحوامل حتى القريبات والعزيزات عليكم مشاهداتنا من المنازل، أنقلين لهن هذه المعلومات، ولنكن جميعا مجتمع واعي بهذا المرض ونهتم أكثر براحة الأم النفسية. ما نعتبرش الموضوع أنه دلال، هي تعبت وتسعة أشهر وهي حاملة في بطنها جنين، بيأخذ منها من عظامها من أكلها من صحتها، أكيد محتاجة بعدين على الأقل مننا دعم نفسي. يعطيكم ألف عافية.